حنوصل كلمتنا إن شاء الله نرجع مرة ومرتين وثلاثة وأربعة. نحن نرفض تدخل حكومة الإنقاذ في إدارة جامعتنا. جامعتنا الأصلية والأساسية هي بقيادة برئاسة الدكتور ياسين خليفة. هذا موقفنا نحن كطلاب. ونحث الكادر والإدارة التدريسية وكل العمداء إنه ما ينجروا وراء هالأفعال التعسفية وما ينجروا وراء محاولة الفرض اللي عم بحاولوا يفرضوها علينا. للأسف يعني جهات يعني عم تحاول إنه تفرض علينا بالتعسف بالقوة. هي لله هي لله هي لله هي لله. لا لحكومة ولا للجاه. لا لحكومة ولا للجاه. خلاص يطلعنا برا ضغط، خلانا بين محاضرين، ما حنفوت يطلعنا برا الجامعة.